ازيكم يا شباب، معكم محمد عياش من قناة عياش في ألمانيا. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا. ايه هي أسرع طريقة للحصول على الإقامة الدائمة في ألمانيا؟ أسرع طريقة للحصول على الإقامة الدائمة في ألمانيا. طيب، في الأول كده خالص قبل ما نقول أسرع طريقة، نبدأ نقول ايه هي الإقامة الدائمة الأول، وايه هي مميزاتها، وايه هي شروطها، وازاي تقدر تحصل عليها في الوقت الطبيعي، ونوصل بقى لإيه ازاي أسرع طريقة تقدر توصل للحصول عليها. طيب، نخش في الموضوع على طول. الإقامة الدائمة هي إيه؟ هي إقامة، من اسمها كده إقامة دائمة، معناها إن أنت تقدر تقعد هنا بدون شروط، مدة مفتوحة، مش محدودة بوقت، مدة مفتوحة. فأنت مثلا بتيجي هنا تدرس أو بتيجي تشتغل، تعمل إيه؟ تاخد إقامة شغل أو إقامة دراسة. الإقامة دي مشروطة بالدراسة، خلصت الدراسة خلصت الإقامة، الشغل كذلك، معاك قعد 4 سنين بتشتغل 4 سنين، خلصوا لازم تجدد عقدك تاني، جددت عقدك تاني تاخد إقامة شغل تانية وهكذا. اما الاقامه الدائمه دي فاقامه غير مشروطه، انت بتقعد ما يعني ما بيجوش يقول لك انت بتعمل ايه، خلاص انت قعدت في البلد انتهى الموضوع، قاعد بقى مستقر. اقامه مفتوحه مش مشروطه بوقت، مش مشروطه ان يكون معاك شغل او لا في وقت. يعني انت طبعا وانت بتقدم عليها لازم يكون معاك شغل، بس انا اقصد بعد كده. فنفترض جيت وقفت شهرين شغل، 3 اشهر شغل، مش عايز تشتغل، خلاص مش مشكله، انت معاك الاقامه الدائمه. فاهمين القصه ايه؟ هوضح الموضوع ده بعدين، بس الفكره كلها اقامه غير محدوده. طيب، ايه مميزاتها؟ مميزاتها كتير. اول حاجه هي نفسها القصه نفسها، الاقامه غير محدوده دي ميزه كبيره جدا. انت مش كل شويه هتروح مكتب الاجانب وتشوف هم عايزين منك ايه، وتعمل اثباتات وكلام عشان تقدر تمد اقامتك، وقصه موال كبير. ده اول ميزه. الميزه الثانيه طبعا انك بتسمح لك بالشغل. انت عارفين هنا اقامات شغل، يعني مثلا انت خدت اقامه شغل كموظف يبقى انت هتشتغل كموظف، او خدت اقامه شغل كفريلانسر او اللي هو بيشتغل لوحده ده يبقى لوحده. لكن في الاقامه الدايمه بتسمح لك شغل عامه، سواء كموظف سواء كفريلانسر او سيلف امبلويد، تشتغل لوحدك، تسمح لك باي نوع من الشغل، اي نوع من الشغل. كمان مثلا الاقامات اللي هي اقامه العمل، مثلا انت واخدها اقامه عمل خاصه لحاجه ليها علاقه في مجالك، ما ينفعش مثلا تشتغل تروح في سوبر ماركت او حاجه مثلا يعني. لكن الإقامة العامة دي، الإقامة دايما دي، أنت بتشتغل أي حاجة خلاص بقى مفتوحة عامة، اشتغل اللي أنت عايزه، اشتغل اللي أنت عايزه. طيب، إيه ميزة تاني؟ هي تقريبا هي يعني هي الفرق ما بينهم وبين الجنسية، إن الجنسية معاك الباسبور الألماني، هنا أنت باسبورك زي ما هو لسه. في الجنسية ليك حق الانتخاب وكده، هنا مالكش حق الانتخاب لسه، وبقية الحاجات تقريبا هي هي. فبقيت مواطن دائم، مواطن دائم في البلد. طيب، عشان تفضل محافظ عليها، مجرد خدتها عشان تفضل محافظ عليها لازم ما تسيبش البلد لمده اكتر من 6 شهور. انت خدت الاقامه الدائمه ممكن تروح عليك تنتهي امتى؟ لو سبت البلد اكتر من 6 شهور. ما ينفعش تسيب البلد المانيا اكتر من 6 شهور عشان تفضل محافظ على اقامتك الدائمه، او محافظه على اقامتك الدائمه. طيب، ايه بقى شروط الحصول عليها في الطبيعي الاول قبل ما نروح لاسرع طريقه؟ شروط الحصول عليها في الوضع الطبيعي، تكون قاعد في ألمانيا وبتشتغل لمدة 5 سنين. قاعد في ألمانيا واشتغلت لمدة 5 سنين في إقامة عمل، أي نوع إقامة العمل أيا كانت، هي نوع إقامة عمل نوع إيه، المهم إقامة عمل 5 سنين وبتشتغل. وخلال ال5 سنين طبعا بعدين بتشتغل، يبقى بتدفع الرنتة، الرنتة اللي هي التأمين الاجتماعي، التأمينات الاجتماعية، رنتن فيرسجرونج، فيرسجرونج اللي هو بتاع المعاشات والكلام ده. و طيب، وعند التقديم يعني أنت لازم في ال5 سنين دي تكون اشتغلت، واثناء ال5 سنين دي تكون جبت مستوى الالماني بي 1، تكون جبت مستوى الالماني بي 1، وتكون عملت امتحان اسمه الليبنز ان دويتشلاند او الامبرجرونج تيست، اللي هو بتاع الامتحان عن الحياه في المانيا، الحياه الاجتماعيه في المانيا والقوانين في المانيا وكده. امتحان بسيط جدا ما فيهوش اي مشكله يعني. وعند التقديم عليها لازم تكون لسه معاك عقد عمل. بمعنى ايه؟ انت مثلا بقالك 5 سنين بتشتغل، بس عند التقديم عليها لازم يكون معاك شغل، لازم يكون معاك شغل ساعتها وانت بتقدم عليها، لازم يكون معاك ساعتها شغل لازم. ويكون طبعا بقى الحياة الطبيعية، يكون عندك عقد ايجار بيت، يكون عندك التأمين الصحي بتاعك ساري، وبتجيب مرتب، كشف حساب لمرتبك اخر 6 شهور، تجيب مرتبك اللي هو بي سليبس او كشف حساب لمرتبك لاخر 6 شهور من الشغل. فده الشروط اللي انت ممكن بتحتاج تقدمه عشان تحصل عليها. طيب، ده الطبيعي. ال5 سنين دول بينزلوا يبقوا 4 سنين لو انت سكيلد وركر، يعني انت لو انت من شغلانات السكيلد اللي هي بقى المهندسين الكبار، الدكاتره، الحاجات ديت، الحاجات السكيلد. ال5 سنين بتبقى 4 سنين. طيب، نبدا ننزل كمان. لو انت معاك اقامه شغل بلو كارد، لو انت معاك اقامه شغل بلو كارد يبقى تقدر تاخدها بعد 33 شهر. 33 شهر. طيب،
ننزل كمان. لو انت معاك قيمة بلو كارد ووصلت الالماني مستوى عالي، هتنزل من 33 شهر ل 21 شهر، يعني تقدر تاخد الاقامة دايما بعد 21 شهر. طيب نروح بقى لأسرع طريقة، وأنا هقول لكم ليه هي أسرع طريقة. لو أنت هنا كنت طالب، يعني أنت لو أنت هنا في ألمانيا كنت درست ماجستير دكتوراه بكالوريوس أيا كان، عندك خدت درجة علمية من هنا، شهادة من هنا، بعد ما بتخلص شهادتك لو اشتغلت لمدة سنتين بس اللي هي 24 شهر تقدر تاخد الإقامة الدائمة. يعني تخلص الشهادة تشتغل 24 شهر تاخد الاقامه الدائمه مع الشروط اللي فوق دي كلها موجوده، اللي هي برضه الالماني بي 1 والليبل ان دويتش لاندز وكل الكلام ده كله. بس الفكره دي اسرع طريقه انك تبقى طالب وتبدا تشتغل فتاخدها بعد بعد سنتين. هتقول لي ما البلو كارد 21 شهر يعني الا 24 شهر. اه بس البلو كارد في مشكله، ان البلو كارد انت عشان تحصل عليه في مينيمم سالري، يعني انت لازم الوظيفه عشان تاخد البلو كارد ده تكون ليها مينيمم سالري. لو انت مثلا السالري بتاعك اللي اتعرض عليك في الشغل اقل شويه من المينيمم سالري ده مش هتقدر تاخد البلو كارد. لكن لو انت طالب وبعد كده تشتغل في مجالك مفيش حكايه المينيمم سالري دي، انت بس الوظيفه تكون ليها علاقه بشغلك ودراستك وانت بتشوف هو بيعرضوا كام سالري بتقبضه وانتهى الموضوع، مفيش مينيمم سالري. عشان كده انا بقول ان اسهل طريقه هي موضوع الطالب بعد كده تشتغل، لان حكايه البلو كارد فيه ريستريكشنز. بس طبعا لو انت عندك بلو كارد وجبت الالماني درجه عاليه مستوى عالي بتبقى 21 شهر برضه بتبقى سريعه. فهي دي اسهل طريقه من وجهه نظري للحصول على الاقامه الدائمه. طبعا حسب بقى مكاتب الاجانب، في بعضهم بيقبل بي 1 انك تبقى عملت اي كورس في اي جامعه، مش لازم تلك مش لازم امتحان، يعني تكون عامل كورس وعامل شهاده مثلا من الجامعه اللي انت خدت درست بي 1. وفي بعضهم بيرخم يقول لك لا لازم تلك، لا شهاده معتمده يعني مش بس مجرد كورس دخلته في الجامعه وامتحنت امتحان في الاخر كده وخدته وخلاص امتحان بسيط. في كده وفي كده حسب الولايه وحسب مكتب الاجانب، لكن في الاخر هو بي 1 يعني سواء كده او سواء كده وبس. فهي الموضوع ما فيهوش اي مشاكل خالص، بتعمل عليك وبتمشي في السيكونس وفي الاخر بتقدم تجهز نفسك ورقك من الاول. ما بياخدش وقت التقديم، المفروض في الاقامه ده ما بياخدش وقت، مثلا بالثلاث اربع اشهر بتقدم، خلال ثلاث اربع اشهر بيردوا عليك. وهي نفس الكلام زي ما انت معاك الكارت بتاع الاقامه العاديه بيبقى نفس الكارت تاني بس بتبقى اقامه دايمه. وفي نقطه مهمه جدا اقول لكم عليها، ان الاقامه الدايمه هي دايمه بس ساعات بيبقى الكارت اللي انت بتاخده مكتوب عليه ان هو ينتهي بنهايه الباسبور. ده مش معناها الاقامه تنتهي لا، يعني انت مثلا الباسبور بتاعك 6 سنين 7 سنين فاضل فيه مثلا سنتين، جيت قدمت على الاقامه الدايمه هيطلع كارت الاقامه الدايمه ده فاليد او ساري لحد اخر يوم في الباسبور. بس ده الكارت هو اللي كده مش الاقامه، الاقامه دايمه ملهاش علاقه. فلما بتجدد الباسبور تاني بيتجدد الكارت اوتوماتيكي، اوتوماتيك يعني بتدفع فلوس او لا مش دي مشكله، بس بتجدد تاني. لكن الاقامه خلاص هي دايما، الكارت اللي هو بيتغير برضه عشان حكايه اللي انت صورتك اتغيرت، العنوان اتغير، حاجات اتغيرت، فعشان كده بيخلوه. فغالبا انت لو مثلا باسبورك 7 سنين بتطلع الكارت مش الاقامه، الكارت نفسه بتاع الاقامه دايما فاليد لحد 7 سنين وبيتجدد بعد 7 سنين، لكن الاقامه نفسها هي دايما، عشان تبقوا فاهمين بس الفرق ما بين النقطتين دول. بس ده كان فيديو النهارده، معلومات صغيرة بس مهمة to the point على طول، للمعلومة يعني دايركت على طول. فأتمنى تكونوا استفدتوا ونشوفكم الفيديو الجاي مع قناة عياش في ألمانيا. باي باي، مع السلامة.